في رمضان في مركز راست في مصر طالعوا ايش كثر يحطون مشاهد التدخين في المسلسلات، ولقوا ان شركات التبغ تدعو وتدفع للمنتجين على اساس ان هذه تكون جزء، فتلقى البطل اذا تأذى سحب سيجاره، اذا ما اعرف ايش، يعني دائما عندهم الشغله هذه. ليش؟ لان باللاوعي يتم الترويج. الصوره الذهنيه التي ترسم لكل مهنه. قبل مده الداخليه عاقبت احد افرادها اللي عطى صاحبته الملابس والبريها وقاعده ترقص وما اعرف ايش، لان هذه فيها اساءه للمهنه. المحامين ايضا يتكلمون عن اساءه، لو انت في مسلسل او برنامج حواري قلت ان هذول المستغلين فيهم كذا يسوون كذا، ليش؟ لان عنده حرص حق المهنه. مهنه التمريض صاحوا باعلى صوتهم لا يجوز رسم صوره ذهنيه للممرضه بانها لعوب. بالتالي هذه من ضمن الاشياء اللي احنا حريصين حقيقه ان زي المسعف يكون منقذ الحياه، زي بطل، مو زي واحد يطلع بالسوشيال ميديا يتضحك يسولف حاط الشعار باشياء لا تليق باي حال من الاحوال للصوره الذهنيه الايجابيه اللي حقيقه. ما اخفيكم انا اول ما جيت يمكن 5 إلى 7 اشتكوا من هذه القضيه، ترى في بنات يطلعون شات، في بنات صبيان فاتحين لايف ويغازلون يسولفوا. سوي اللي تسويه قلعه وادرين، بس مو اثناء الدوام الرسمي، مو انت لابس الزي، مو تقعد تدخل الاسعاف وتقول لي انا الان عندي قضيه رايحه كذا كذا. ها 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 ها. يا جماعه شيء من الاحساس بالمسؤوليه، هذا يضرنا كثير، يضرنا كثير، يضرنا كثير. هذا خلاني ابحث ووصلت الى اللوائح الزي مالت التمريض. تمريض عندهم ماكو تربيه اظافر، شلون انت تنقذين وحده واظافرك 3 سنتيمتر؟ شلون انت تنقذين وحده وتدخلين، تكلمنا من ساعه عن الثقه، وانت عز النهار الشادو احمر ويشب وزري. يعني هذه كومن سنس. وتحملونا اذا قلنا لكم ان كقاده كزملاء يجب انه ناخذ في عين الاعتبار هذه الامور، لانه مو ملكك الشخصي، هذا حقك الشخصي، انت تسوي في اللي تبيه خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج مواقع العمل، بس تيجي تلبس الزي وتمارس ما لا يمارس باسم المهنه. انا صراحه يعني اليوم احنا قاعد نتكلم، بس احذروا غضب الحليم صراحه، لان هذه مو اساءه لنا. يعني انت واحد ينقذ حياه وواحد يقعد يرقص بالشات شو او ما اعرف ايش، ما يناسب. كل واحد هذه من القلب الى القلب، انا اعتبركم مثل ما قلت بناتي وابنائي واخواني واخواتي. شلون ممكن نستفيد من وسائل التواصل؟ يعني احنا ما بس نتكلم سلبي، احنا نتكلم ايجابي. وسائل التواصل روعه لو احنا عرفنا كيف نرسل الرساله عن تجربه، عن نصيحه، عن كذا. يعني واحد يروح مثلا ينقذ واحد بالفحم غير مكتمل الاحتراق، يتصل يقول انا اليوم تعاملت ويا حاله فيها 5 افراد اختنقوا، وعيزنا ونقول لهم يا جماعه لا تسكر باب الخيمه وانت عندك فحم غير مكتمل رجاء، لان هذه فعلا تقتل وتعوق. في عندنا ناس معاقين لان اصاب جهازهم العصبي، فيرسل رساله. عرفت؟ واحد يتكلم بحادث طريق، يا جماعه اليوم في حادث طريق انا تعاملت ويا وفاه واثنين احتمال اعاقه ومصابين رفضوا يغادرون، لكن يا جماعه ترى هذه يعني خلينا نقول مذبح على الطريق، رجاء تابعوا هذا الامر. خيره شبابنا، احنا كل سنه نفقد حوالي 400 شخص ميت على الطريق، لان هؤلاء ما يلتزمون بالقانون، يستهترون بالخطر، ما عندهم ثقافة سلامة. هذه كلها من ضمن الأشياء اللي حقيقة يجب أن أوقع يعني بلاش مثلا متحدث الرسمي أو أيام ما كنت أنا أسولف بكل الأشياء، خل واحد من الفيلد يتكلم يضع التل. في بريطانيا
يا جماعة كل سامحوني بس هذه فرصة عشان أعبر عن اللي بنفسي أني أخذ وقتكم. ومشكور الأخ ضاوي، وإحنا متفقين ما يطولون عشان أنا ألعب بالساحة. فهذه كان لما يقول حصل حادث وتوفى ثلاثة أو حصل واحد، ما يذكره كذي، يقول لديه عائلة أو متزوج جديد، لديه ثلاث أطفال، عنده وحيد أبويه، فيعطي البعد الإنساني حتى للخبر. وبالتالي تدخل يا جماعة ترى هذه فعلا قاعد تفتك فينا. 60-80% من ضحايا حوادث الطرق وهم ترى شباب كويتيين. بنفس المنطق أنت تتعامل ويا قضية مثل قضية المخدرات وتقول يا جماعة ترى أنا قاعد ألاحظ أنه وايد في ضحايا يضعون، قاعد نستقبلهم في تسمم من هذه الآفة. فرسائل وسائل الاجتماعي وايد مهمة. وبالنسبة لكم طبعا أنتوا عايشين إسعافات وطلبات في المهرجانات، في الفعاليات، في 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 كل هذه الأشياء، حقيقة تستحق أن أنت تمارس دورك. مو غلط أن الواحد يطلب مساعدة، مو غلط أن الواحد يرفع سماعة يقول يا جماعة ترى أنا عندي الشغلة هذه بدي أكتب عنها، شو تشور علي، عندك بيت شعر، عندك نبرة، عندك كذا، على أساس الرسالة تصل كما يريد.